أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب. أريد أن أكلمكم اليوم عن كتاب جديد، أو لنقل الطبعة الثانية من كتاب كنت قد أصدرته لمؤلف سعودي يرفض ذكر اسمه تحت عنوان رحلتي من الإيمان إلى الشك. أصدرت هذا الكتاب عام 2017، وفي شهر إبريل من هذا العام أرسل لي المؤلف رسالة يقول فيها ما يلي: كنت قد بدأت بكتابة جزء ثاني لكتاب الذي نشرته لي مشكورا عزيز الله رحلتي من الإيمان إلى الشك، ثم توقفت بسبب ظروفي. حاولت أن أكمل ما بدأت، لكنني كلما أضفت شيئا جديدا أجد نفسي غير راض عن جودته، وأخاف الآن أن يبقى حبيس أدراج مكتبي. لذا أفكر بوضع ما تجمع لدي ملحقا لكتابي الأول بسبب صغر المادة. أرجو أن تلقي عليه نظرة إذا تفضلت، وتخبرني إن كان يستحق ضمه إلى كتاب السابق كملحق، علما أنه لا يتعدى 20 صفحة. شكرا ومقدرة. هذا إذن ما كتبه لي مؤلف الكتاب السعودي الذي يرفض أن يذكر اسمه. وكنت في كلمة قدمت بها الكتاب في طبعته الأولى كنت قد ذكرت ما يلي: هذه رسالة موجهة إلى الله، وصلتني من مواطن مجهول لا يريد أن يكشف عن هويته، يعرفني ولا أعرفه، يتحدث فيها عن رحلته من الإيمان إلى الشك. صاغها بصراحة غير محودة، يناجي فيها ربه ويحكي له عن تجربته الشخصية مع دينه، يعبر فيها عما يدور بخاطره مما لم يسمح له مجتمعه بسماعه فضلا عن البوح به. بعثها لي كي أوصلها إلى الله الذي لا أعرف عنوانه. هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وحال وصول الملحق المذكور ألقيت نظرة عليه، فرأيت أن النص المذكور كملحق يكاد يكون أهم من الكتاب ذاته، فقررت إضافته لكتابه الذي صدر في الطبعة الأولى، إذ إن رسالة المؤلف لله لا تغني عن توجيه الكلام لعباده. فمشاكلنا ليست مع الله، بل من يدعون أنهم عباده، والله منهم براء. قمت إذن بنشر هذا الكتاب في طبعته الثانية مع الملحق عزيز المسلم، والعنوان الأول هو كان عزيز الله رحلتي من الإيمان إلى الشك.
وسوف أعطيكم تحت هذا الشريط رابط للكتابة. وأظن أن هذا الكتاب يستحق القراءة، ولكم خياران، إما أن تشتروه ورقياً أو أن تحمله مجاناً من الموقع المذكور تحت هذا الشريط. آمل أن يلقى هذا الكتاب رضاكم. ولتأمين وصول مضمون هذا الملحق، قمت بنشر أول فصل من هذا الكتاب في صفحتي في الحوار المتمدن، كما كنت قد نشرت فصول الكتاب في طبعته الأولى، وسوف أستمر في الحلقات القادمة بنشر الفصول الأخرى من الملحق. وهكذا يكون عندكم ثلاث خيارات: إما شراء الكتاب ورقياً أو تحميله مجاناً أو متابعة صدور مقالاتي في الحوار المتمدن المتضمنة فصول هذا الكتاب. وهذه هي صفحتي في الحوار المتمدن، أكبرها لكم حتى تستطيعوا قراءتها بصورة أفضل. وكما ترون هناك المقال عزيزي المسلم رقم 1، جغرافيا المسلم. سوف أستمر إذن في الأيام القادمة بنشر الفصول الأخرى من هذا الملحق. وللعلم، صفحتي في الحوار المتمدن تضم 1134 مقال لي، كنت قد بدأت هذه الصفحة عام 2012، وعدد زوار موقعي حتى الآن هو 10 ملايين و114,134 زائر. وسأعطيكم رابط إذن الفصل الأول من هذا الكتاب في صفحتي في الحوار المتمدن. لا أريد أن أطيل عليكم ولا أريد أن أقرأ لكم مضمون هذا الكتاب، فهو متوفر مجانا بصورة PDF، كما يمكنكم أن تطلبوه ورقيا أو متابعة فصولي من خلال صفحتي في الحوار المتمدن. وأنا على يقين بأن هذا الكتاب سوف يهمكم كثيرا. المؤلف إذن هو سعودي يرفض أن يبوح باسمه خوفا على حياته، وكان قد أرسل كتابه لعدد من الناشرين لكي يقوموا بنشره، كما أرسله لي، وصارعت حالا بالرد عليه بأني أقبل نشره على صفحتي في أمازون. ولعلمكم اليوم يا للأسف أمازون لم يعد ينشر كتب باللغة العربية، ولذلك أجبرت للانتقال إلى دار نشر أخرى، وهي شركة لولو.com.
تجدوها هنا في هذه الصفحة. الطبعة الأولى ما زالت متوفرة عند أمازون، ولكن مضمونها مع الملحق موجودة في هذا الكتاب الذي هو أمامكم. أشكركم على المتابعة، وأتمنى لكم نهارا سعيدا. مع السلامة.